Okay, so today we move to chapter 3. We're going to learn about different circuits. تعلمنا انه انتم شفتوا في اللاب عندكم chips تشترونها يكون فيها 4 AND gates و 4 OR gates, quad AND gates و quad OR gates. وفي chips كثيرة to do different functionality, تكون عندها يعني أدوار مختلفة. فالدوائر هذه مهمة, نحتاجها كثير في الديزاين حقتنا في تصميم الدوائر الكبيرة المعقدة. اوريدي احنا شفنا نوع من الدوائر زي المالتيبلكسر, تحدثنا شوي على نوع اسم دائره اسمه مالتيبلكسر. مالتيبلكسر هذه دائره مهمه اللي هي تنفذ الاف ستيتمنت في البروجرامينج. When you do programming في الجافا you do if statement, هذيك الاف اف كذا then do this. فالمالتيبلكسر is a hardware circuit تنفذ حقيقه اف ستيتمنت, تنفذ اف ستيتمنت. Anyway, فهذه الدوائر مهمة. في مجموعة كثيرة من الدوائر سموهم decoders, encoders, multiplexers, adders, اللي تسوي الجمع والطرح, adders, multiplexers. فحنشوف احنا المجموعة من الدوائر هذه في chapter 3. So the function considered are those found to be very useful in design. الدوائر هذه تسوي functions يكون very useful in design. Corresponding to each of the functions is a combinational circuit implementation called the functional block. تجي في chip كده واحدة. In the past, functional blocks were packaged as a small-scale integrated circuit, SSI, chips, يعني, chips small-scale, medium-scale integrated circuits, and بعدين اتطورت صاروا حتى large-scale integrated circuits. Today, they are often simply implemented within a very large-scale integrated circuit. يكونوا يعني blocks هذا موجودين مش وحدهم, وأنه في دوائر أكبر بكثير, very large integrated circuit, or what they call VLSI circuit. So VLSI is a term مشهور, يعني هو يرمز للدوائر اللي هي تكون فيها millions and billions of gates زي CPU. CPU is a VLSI circuit, CPU حق الكمبيوتر. So أول circuit هنتعلمه هم الديكودر والإنكودر. What is a decoder? A decoder basically is a circuit that does decoding, فك التشفير. الإنكودينج يسوي العكس, يشفر. إيش معنى يشفر؟ يستخدم BCD. لا لا عم اوريكم الحين مباني للديسمال او العكس. ايوه نعم. فالانكودر is a circuit انت تختار ديسمال مثلا, ودائما طبعا تشتغل على powers of 2. فانت تختار ديسمال imagine, تصور انه في عندك ازرار هنا ومكتوب عليها ارقام 0 1 2 3 وهذه مربوطه كمدخلات. So الانكودر هو يحول لك من ديسيمال الى باينري. فانت تختار الديسيمال, هذا ديسيمال نظام العشريه الارقام العربيه, اوكي, وهو يعطيك الباينري كود. طبعا الباينري كودز حيكونوا ايش هم؟ حيكونوا 0 0 0 1 1 0 1 1. هذا هم, ما احتاج انا اكثر من كذا. هم فوق هم يمشوا لثلاثة, فاحتاج 2 بيتس. صحيح. فحيكون عندي 2 اوتبوتس. اوكي, ممكن احط في لمبات واخليها اللمبات هذه تولع. So, انت تختار مثلا تختار تولع تضغط على الزيرو. If you press the zero ايش يطلع النتائج هنا؟ تطلع زيرو وزيرو طافين الاثنين ما اشتغل. تختار واحد شو يسوي؟ زيرو وان فتولع هذه, فيقول لك انه اوكي الكود حق وان هو زيرو وان. اذا انت اخترت ضغطت على زر تو تولع هذه, معناته يقول لك ترى الكود حق تو هو وان زيرو, فيعطيك الكود حقتها وان زيرو وان زيرو. فهو يسوي تشفير هو من ديسيمال الى باينري, يعطيك الباينري كود. اوكي, هو يساعدك يعطيك الباينري كود. اذا ضغطت ثلاثة حيولع الاثنين 1 1. هذا الانكودر. الديكودر هي دائره تسوي العكس تماما, تسوي ايش العكس تماما.
يعني مثلا انا يكون عندي اربع مدخلات هنا اثنين مدخلات عفوا فانا ادخل الباينري نمبر انا ادخل الباينري وهي تقول لي what is the binary هذا الباينري هو عبارة عن أي رقم عربي تحوله إلى ديسيمال. Okay, so هنا binary. فimagine عندك هنا أربع لمبات ومكتوب عليهم هنا أرقام عربية وأنا أتحكم في المدخلات من هنا فهذا الديكودر الديكودر. اوكي انا اختار الباينري نمبر مثلا ادخل له 00 ايش يصير تولع هذه اساس انه تقول لي اوكي الباينري نمبر هذا هو رقم العربي صفر اذا دخلت 01 اوكي تولع ال1 اساس تقول لي انه this is basically the binary number 1 دكتور الانكودر ديكودينج بس 2 بت ولا في اكثر صوتي واضح صوتك واضح بالصورة لا الصورة معلقة الصورة دكتور تقطع وترجع اكثر مرة للاسف الشديد هذه مشاكل الانترنت طيب بحاول انه ما اغيرها كثير فانا اختار الباينري نمبر مثلا ادخل له 1 0 which is a binary 2 صح فيولع رقم 2 وهكذا فهو اذا نقدر نقول ايش عكس الانكودر يفك التفشير التشفير انا اعطيه تشفير باينري وهو يفكه ديكودز الديكودز نعم يسوي ديكودينج نعم خلاص وهذا الانكودر والديكودر طبعا في سأل اخونا خلينا نتعرف على صوته عبد المجيد عبد المجيد انا يعني كنت بقول عبد المجيد سبحان الله انت بس يعني سبقتني ايوه فاخونا عبد المجيد قال انه لازم دائما اثنين مدخل لا مش لازم هذا الديكودر اللي هو عنده حجم 4 باي 1 هذا انكودر 4 باي باي عفوا باي 2 والديكودر هذا 2 by 4 ففي احجام مختلفه يعني عكس بعض نعم ففي احجام مختلفه يعني هذا الاحجام اللي هي 4 by 2 و 2 by 4 بس we can have احجام اخرى ف we can have other ف we can have an encoder يكون so we can have an encoder يكون اكبر ديكودر نقدر ناخذ 8x3 ايوه فممكن يكون انكودر مثلا 8x3 يعني ادخله 8 مدخلات وهو يطلع لي الباينري حقتهم ان 3 بت طبعا هنا الخيارات حتكون من 000 الى 111 فكل ما اختار واحده منهم هو يعطيني الباينري كود حقتها والعائل الديكودر راح يكون عكسه 3 by 8 فأنا دخل 3 bit binary number وهو يولع لي يقول لي what is the binary number it's 3 by 8 in general لاحظ انه دائما الديكودرز الانكودرز أحجامهم كالتالي هذا عامة دائما الحجم عامة هو الديكودر it is دائما المدخل n إذا مدخل n المخرج هو 2 to the power of n n اوكي بالنسبة للانكودر المدخل 2 to the power of n والمخرج n المخرج n. عدد حجم المخرج n. الصورة واضحة ولا رايحة مش واضحة لا واضحة انا عندي معلقة دكتور انا عندي واضحة
فهذه in general بصفة عامة. So هذه هي ال decoder والencoder، دوائر تعمل تشفير وفك تشفير، مفيدة جدا، حتشوفه في المستقبل إن شاء الله في الكورس هذا وفي كورسات أخرى، إنه الدائرة هذه مفيدة جدا، لها فوائد كثيرة في التصميم ونحتاج يعني تساعدنا كثير في التصميم، تسهل علينا التصميم. لكن الآن إحنا يهمنا الحين إن نبغى نشوف كيف نصمم الدوائر هذه بنفسها داخلها، يعني داخلها وش فيه، كيف نصمم الدوائر هذه. خلينا نبدأ بالديكودر، نبدأ بالديكودر. سبوز عنا الديكودر هذا، وسبوز المدخلات نسميهم إيش؟ نسميهم A's و D's. سو حنسميهم A، نعطيهم أرقام A0، بعدين عندك A1 لحد A N-1 of course. هنبدأ ب yes، ونسمي هذا من الأوتبوت نسميهم D's. So D0 D1 بلا 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 لحد آخر واحدة D 2 to the power of N minus 1. دائما minus 1 لنبدأ من الصفر، كبيش؟ أوكي. نبغى نصمم الدائرة هذه. أول خطوة في التصميم وشو؟ Truth table صح؟ Truth table. اوكي، فـ truth table دائما ايش فيه؟ مدخلات ومخرجات. احسنت، الـ inputs والـ outputs. ايش هم الـ inputs؟ اللي هم هذا A N-1 A N-2 بلا 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 A 1 A 0 والمخرجات D 2 to the power of N minus 1 D 2 to the power of N minus 2 بلا 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 D 1 D 0. كم حجم التروث تيبل هذا؟ 2 power of N. ليش N؟ لأنه هنا عندي N inputs صح؟ واو، سو معناته مصيبة هذا. لو كان N مثلا suppose عندي هنا N 10 فحيكون حجمه كم؟ What is 10 to the power of 10? 2 to the power of 10. ما حفظتوها لسه يا شباب. 28 1024. هل نقدر نسوي truth table ب 1024؟ لا. يعني انسى، ما حنقدر نسوي تصميم بالطريقه هذه، مصيبه اصلا. حتى 10 توما، لو حتى لو سوينا بس يعني it's huge، لو سوينا بس 5 it's a problem. حتى 5 لو سوينا بس 5 inputs يصير مشكلة. هذه 10 to the power of 5 32 مرة كبير جدول، ما حد قدر نسوي لا كارنا ماب ولا مهزن. So we cannot design it this way للأسف. We have to be smart
We're gonna design it. أول شيء نبدأ بسيمبل إكزامبل. أول شيء ليش نروح لأن نبدأ n صغيرة. فخلينا نبدأ نقول n تساوي 2. أنا هنا سهل إن شاء الله we can do it. So n is 2 معناته we have only two inputs. A0, A1. والأوتبوتس حيكونوا كم؟ 2 to the power of 2 يعني 4. حيكونوا بالضبط 4. D0, D1, D2, D3. Okay, now it's easy. Easy, easy. So we can do this. A1, A0. D3, D2, D1, D0. So it is 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. And حسب ما فهمنا إذا دخلنا 0, 0 إيش يطلع الديكودر؟ 0. أصفر. حتولع هذه صح؟ لا لا. حتولع دي زيرو. ديكودر أي نعم. ديكودر حتولع دي زيرو هي اللي حتولع. نور. أوكي. البقية طافية. ممتاز. إذا اخترنا 1 حيولع عندنا اللمبة حقت الدي 1. إذا اخترنا 2 حتنور هذه. وإذا اخترنا 3 حتنور هذه. اوكي فباترن ها يعني كانه نمط معين شوف جاي من الدياجونال ايوه نعم في نمط نعم دائما الدياجونال هو اللي شغال فيري جود هذه ملاحظه ممتازه والبقيه دائما اصفار اوكي وش الايكويشنز الحين دي 0 تساوي ايش من ترم 0 ولا نعم بس اللي هي اي 0 A1 bar, A0 bar. What about D1? عبارة عن min term. شوف الD1. A1 bar. الD1 الفانكشن هذه D1 فيها بس 1 هنا. اللي هي عبارة عن min term. One. اللي هو A1 bar. A0. What about D? 2 it's basically min term 2 اللي هي عبارة عن A0 bar وأخيرا D3 عبارة عن min term 3 sorry for that yes. تساوي A1 A0 خلاص So, ملاحظات انه لاحظ دائما الاوتبوتس ان فاكت يطلع متشن الاوتبوتس ذير جاست ذا منترمز هذه ملاحظه مهمه جدا 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 الديكودر يطلع لك المنترمز تعطيه الانبوتس يطلع لك المنترمز كلهم سرسطهم لك من منترم 0 الى منترم 3 يعني بعباره اخرى لو عندي ديكودر فيه it's a 4 by 2 to the power of 4 يعني 4 by 16 4 by 16 فانا ادخله ال 4 a b c d حيطلع لي من terms حق a b c d من terms 0 الى 15 الى 15 اللي هو a bar b bar c bar d bar من ترم 1 اللي هو حيكون A bar B bar C bar D وهكذا بلا 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 إلى آخر من ترم اللي هو رقم 15 اللي هو حيكون A B C D This is يعني هذا القاعدة عامة الديكودر basically يطلع لك من ترمز ما يحتاج تروح تسوي لي ديزاين ولا شيء فأي ديكودر كبير
ان شاء الله يكون حتى ديكودر فيه so فيه many many variables من a 0 a 1 الى a n فحيطلع لي من terms 0 من term 1 الى اخر واحد حيكون من term 2 to the power of n minus 1 minus 1 it just gives me the min terms والمن term سهلين يعني المن term الاول حيكون a n bar مضروب في a n minus 1 bar وهكذا لحد مضروب في a 1 bar a 0 bar والمن term 1 حيكون يعني it's easy to find the min terms واضحين المن terms صحيح ما يحتاج تسوي أي truth table ولا ما يحتاج. You can do it from here. You can do it يعني بالفكرة هذه. اكتشفنا إنه هي just min terms. And find what are the equations. يعني التنفيذ حقتها داخلي. كيف هو؟ بس باستخدام min terms. ف min term one هو هذا. وهكذا دوليك. آخر min term حيكون نفس الشيء هذا من غير bars. هذا ديكودر جنرال ديكودر so this is the circuit called decoder it's very it's basic circuit simple circuit and the most important thing لازم نتعلم عنها ان هي it's a تعطيك المين تيرمز it gives you the min terms ممتاز. So it تسوي فك شفرة يعني أنت تعطيها الباينري وهي تعطيك الديسيمال أو بطريقة أخرى نقول اللي هي تعطيك المين تيرمز حق المدخلات. Okay, so that's the for example the example of هذا by the way there is also a decoder اللي هو صغير 1 to 2 decoder. إحنا شفنا هنا أصغر decoder شفنا 2x4 صح؟ صحيح. By four. And في برضو one by two. You can even do one by two. One by two. So there is one مدخل واحد واثنين مخرجات. وإذا اخترت صفر يطلع لك 1 0. إذا اخترت one يطلع لك 0 1. هاي التنفيذ حقه is just basically فيه inverter بس ما فيه شيء. هذا بسيط جدا يعني هو تقول لي وش هذا ما هو ديكودر وش كلام فاضي أنت سويت لي نوت عطتني أي بار وأي. But شغالة زي الفل. شغالة يعتبر ديكودر يعني it's like it's decoding صحيح بس it's a silly decoder يعني لكن it's a decoder في هذا 2x4 decoder هاو truth table حقه اللي سميناه وهذا التنفيذ فيعطيك المين تيرمز D0 D1 D2 D3 فلو تلاحظ هو عبارة عن مصفوفة عمود كده حق end gates كل الديكودرز كده دائما في عمود of end gates كل end gates طلع لك مين تيرم كلهم كده يعني لما تقول لي هذا ديكودر ابو 4x16 حيكون فيه هنا 16 اند جيت 16 اند جيت كل اند جيت فيه اربع مدخلات هذا يدخلوا فيه اربع مدخلات كل اند جيت فيه اربع مصفوفه هكذا يس كلهم زي كده شكلهم كلهم زي كده الانكودنج زي ما قلنا هو العكس تماما So so there is a decimal to BCD encoder. أنت تختار الديسيمال هو يعطيك ال binary BCD code. هذا مشهور الدائرة هذه مشهورة decimal to BCD encoder. الانبوتس حقتها ما هو power of 2 it's 10 digits. فقط لانه عندك ديسيمال فيها 10 ارقام عربيه ما فيها it's not a power of 2 فيه بس 10 فهو فيها 10 مدخلات ويطلع لك الارقام العربي من 0 ل 9 او عفوا يطلع لك الفور بت سوري فيه 10 مدخلات الارقام العربي من 0 ل 9 ويطلع لك الاربعه بتس البي سي دي كود حقه
كيف نطلع الايكويشن حقه؟ So the equation هنا حقه شوية little bit more difficult because if you have an encoder so حجم الانكودر دائما هو 2 to the power of n by n ف إذا n واحد هيكون 2 by 1 إذا n 2 هيكون 4 by 2 encoder 4 by 2 وإذا كان 3 هيكون هنا 8 by 3 ف 4 by 2 we can do it يعني we can do it suppose نسمي المدخلات هنا نسميهم D's نسميهم D's so D0 D1 D2 D3 والمخرجات حيكونوا 2 هنسميهم A0 A1 هنا حيكونوا 8 من D0 إلى D7 المخرجات حيكونوا 4 A0 A1 A2 To do truth table of this is feasible. هيكون كبير بس is feasible. So عندي 4 inputs. D3, D2, D1, D0. Outputs and the A1 A0 so So, according to the encoder,
يشوف المدخل هذا ويعطينا الباينري كود حقه. سو هذا المدخل هيش صفر. What is the binary code of zero? Zero. هنا واحد. يعني دكتور من صفر صفر إلى واحد واحد والباقي don't care يعني. ولا؟ ايوه في don't cares كثير. نعم هنا اختار الواحد اثنين عفوا هذا اثنين ف it is 1 0. هنا المدخل هذا 1 1 هذا غير مسموح لانه لما تختار اثنين انت يعني كده خرقت طريقة عمله. هو طريقة عمله انت تختار واحد خيار واحد بس وهو يعطيك الباينري كود حقه. لما تختار انت هذا تولع ال1 وتنور ال1 وال0 فانت اخترت هذا وهذا. الحين تبغاه يطلع باينري كود حق مين؟ حق ال0 ولا حق ال1؟ فكونفيوزنج يعني it's not the way it should work. فممنوع المدخل هذا ممنوع. ف we don't care about this مدخل. We don't care about ممتاز. Yes. هنا اخترت 4 عفوا 3 دي 3 فحيطلع لك ال3 حقة ال3 وهذا كلهم غير مسموح بهم لانه في اكثر من خيار يعني في اكثر من مدخل منور which is not good. ما يقدر يطلع لك الباينري حقه يعني دائما عندك قاعد تختار كثير. انت هنا 0 0 0 0 مر معنا قبل في شيء ها مر معنا قبل في مره الاولى اخطأنا انا هذا ام سوري ام ما مستيك هو لازم يكون خربتها 8 اصفار صح اول ايوه ايوه صح لازم اسوي كده تكون وحدات صح ما انتبه حد الكلام هذا هارت تل والله ما شاء الله ارقام واجد انتبهين يا دكتور بس انا حسب انها تيبل خاص بالانكودر لا انا منتبه جست جست تروث تيبل لازم نعبي تروث تيبل عادي نعم اوكي سو كده صح 0 1 0 هنا 0 0 او هذا 1 هنا ايه هنا 1 ايه عكست ودي صار 0 ايوه اللي صار 0 إذا صح؟ لا في الأخير ونز باقي ونز وباقي زيروز على اليسار إيه يس باقي زيروز هنا زيروز باقي زيروز دي ثري يس أخير خربطنا اوكي فهنا 4 او دي 2 عفوا اخترنا الدي 2 هنا اخترنا الصفر والله خربطتها كلها صراحه ام سوري كاس ان فاكت هذه اولانيه اتس dont care because ما اخترت شيء انت هنا اصلا ما اخترت شيء انت فبيطلع لك dont care هنا اخترت الصفر دي زيرو هو يهمه في الخيار حقك هذا لان الانبوت ايش رقمه يعني قلت لكم تصوروا كانه هذا مربوط في بوكس كده ومرسوم فيه رقم عربي صفر وانت تضغط عليه وهو تضغط عليه فهمت فانت لما تضغط على هذا هو يطلع لك الباينري حق زيرو اللي هو زيرو زيرو لكن لو ما ضغط على شيء هنا ما ضغط على شيء انت don't care. ما يطلع لك شيء هو. Don't care. We don't care about this case. لأن this case is ما يهمني إيش طلع. يطلع 0 1 ما يهمني أصلاً. I don't care. عشان الكرنو لعب بعدين يكون كويس. هنا اخترت أنت دي 0. أنت ضغطت الزر هذا دي 0. فلازم يطلع لك 0 0. هنا أنت ضغطت دي 1. فأنت تبغى تطلع الباينري حق 1. فيطلع لك 0 1. هنا انت ضغطت D2 تبغى الباينري حق 2 فيطلع لك 1 0
هنا we don't care and هنا we don't care لأنه اختيار أكثر من خيار فwe don't care about these cases. هنا أنت اخترت D 3 معناه تبغى الباينري حق 3 1 1 1. البقية we don't care لأنه أنت قاعد تضغط أكثر من زر ف I cannot give you the answer. Normally أي answer يطلع راح يكون يعني ما عنده معنى يعني أنت اختار أصلاً قاعد تضغط على زرين فوش تبغى ما في أنسر أقدر أعطيك إياه أو أكثر من زرين يعني ثلاثة أزرار هنا قاعد تضغط أربع أزرار طب وش تبغى بالضبط أي واحدة فيهم خربطت أم السيرك عقلها طار فخلينا من أوكي so that's what we have so now we can do the Carnot maps عشان نطلع الإكويجن حق A1 و A0 طبعا انتم ما شاء الله خبره في الكي ماب فبالنسبه لكم سي ايزي تو مي تو كوم تو دو ات يعني لانه ما شاء الله صرتوا خبره في الكي ماب فهذه سهله بالنسبه لكم ايزي بعد تروح تيبل نسوي كارن ماب دائما هذا الفكره عشان نبسط ما نبغى طبعا من غير تبسيط اقدر اقول لك اي 0 او اي 1 تساوي سم اوف ذا مين تيرمز مين هما؟ من ترم اللي هو أربعة ومن ترم ثمانية بس لكن هذا من غير تبسيط أنا أبغى أبسط الحين طيب نعبي الكادر فعندك X 0 X 0 فنقلب آخر اثنين X 0 X 0 بعدين 1 X X X بعدين هذا يجي في الأخير في الصف الأخير وباقي X وهذا يجي في الصف الثالث X إذا نبدأ دكتور معليش الصورة وتوها ترجع كيف نعم أقول كيف رسمت الكارن ماب كيف عبيته طيب أربعة خط بالترتيب أنا مسوي حفظت على نفس الترتيب الحين شوف D3 D2 D1 D0 حفظت على نفس الترتيب فإذا حفظت نفس الترتيب تعبيهم بالترتيب تأخذ هذا الأربعة هذا وتحطهم في الصف الأول الأربعة ثانيين في الصف الثاني الأربعة اللي بعدهم هذا تقلبهم لازم الأربعة هذا تقلبهم تغيرهم مكانهم مع الأربعة اللي تحت لازم هذا يكون الصف الرابع وهذا الصف الثالث أو أنت أخذتها من الأي ون يعني الأوتبوت أيوة الحين قاعد شغال على الأي ون أنا أي تمام أي خلاص واضح اي ابغى الايكويشن حق اي 1 وات از ذا ايكويشن حق اي 1 سو اي 1 از ا فانكشن هذه فانكشن 1 هذه فانكشن وهذه فانكشن كل واحده فانكشن يا سلام هذه فانكشن 1 وفانكشن 2 كل واحده فانكشن اوكي فالحين سوي الكرنوب حق فانكشن الاولانيه اي 1 وبسوي الكرنوب بعدين حق الفانكشن الثانيه اي 2 واضح ممتاز الحين نبدا نسوي الالجوريثم حق اللي احنا خبراء فيه حق الكي ماب كيف نسوي التبسيط نبدا هل في جروب ابو 16 لا ما في لا خالص ما في هل في جروب ابو 8 برضو لا باستخدام الكارنو ماب ها اللي فيه هاو في بس اي في دكتور لو خليت استخدمت كل الدونت كيرز عفوا لو استخدمت كل الدونت كيرز هذا جروب ابو 8 في اثنين بعد في واحد ثاني بعد يس انا عارف انك دكتور ما تحب الحركه ذي بس قصدي ما نقدر يعني ناخذ جروب ابو 4 هذا اللي هو الطول فيرتيكال وخلاص احسن من جروب 2 ابو 8 ما ادري قد مره سويناها قبل قلت بعض الاحيان تكبرها على الفاضي يعني
تكبر المجموعة الفرق. نو دائما نبدأ مجموعات كبيرة دائما. نبدأ من فوق من 16 وننزل 8. 8 4 2 اوكي ممتاز. نعم شفت؟ هذا لو سويت انت طريقتك حتطلع غلط. صحيح. للأسف. سو هل في جروب آخر أبو 8؟ كده ما يمشي. كده ما يمشي. ما يمشي كده. ما يمشي كده. خلاص ما في. هل غطينا كل الوحدات؟ نعم. نعم إذا ما يحتاج ننزل جروب أربعة. باي باي. ما يحتاج. What is the midterm حق هذا التبسيط حقه؟ كل شيء يختفي إلا D3. What about the red one؟ كل شيء يختفي إلا D2. D2. So A1 is equal to D3 or D2. Okay, now نسوي A0. X0, X1. Zero x x x. One x x x. تحت. One x x x x. هل في جروب أبو 16؟ ما في. جروب أبو 8؟ إلا في. 8. برضو هذا السلام. كده ما في. كده ما في. خلاص ما عاد في. هل غطينا كل الوحدات؟ إلا غطينا كل الوحدات. ما يحتاج ننزل لأربعة. What is this group؟ هو نفسه D3؟ نفسه. دي D1. وهذا الأحمر حيقعد بس فيه D1. كل شيء يختفي إلا D1. اللورا A0 حيكون D3 or D1. فلاحظ أنه وجود الكارنو وجود الـ don't cares الكثيرة يخلينا نسوي خسارات مرة كبيرة. صحيح. يعني شوف أنت الـ A1 إيش كانت الـ A1؟ كانت عبارة عن من ترم 4 هذا أو خلينا نبدأ من ترم eight هو عبارة عن D3 مضروب في D2 مضروب في D1 مضروب في D0 كلها بار مع عدد 2 صح؟ هذا بالنسبة لل 8 ال 4 عفوا معلش عكسها برضو الـ A0 فيها 2 midterms فيها midterm هذا والminterm هذا 2 midterms برضو so المينترم الأولاني هو اليوم 4 يعني كلهم طاروا مع عدد الأولى 8 8 هنبدأ ب 8 أول شيء 8 إيه دكتور مو كلهم بار 8. بعدين الأولى هي اللي إلا دي 3 ما هي فيهم وهنا 4 كده دي 2 ما عليها بار يا سلام بالنسبة لـ A0 هي عبارة عن some of the midterms مين هم 3 و 9 8 لا 8 نفس الشيء 8 صفر إيه صح اليوم أنا مضيع اليوم ما أنا بالفور ما في No problem. و2. So, نفس من term هنا. و2 هو لما يكون هذا ما عليه بار. فإيش نلاحظ؟ نلاحظ أنه كل البارز اختفت.
كل البارز اختفت. شوف هنا كل البارز اختفت. اختصار قوي والله. يس ان فاكت هذه حقيقه ترو يعني. في الانكودر because of the عندك encoder عندك many don't cares البارز كلها تختفي. البارز كلها تختفي يعني بعبارة أخرى لو عندي encoder كبير أكبر من كده ما أقدر أسوي كرنب بحقه صح؟ لكن أقدر أستخدم الفكرة هذه الذكية اللي جت في الحين أنت الحين اكتشفتها و in fact they proved it in fact بس أنا ما عندي وقت هنا أسوي لها proof بس they can prove that. So if you have an encoder مثلا اللي هو 16x4 encoder فالequations حقة الoutputs حقة الأربعة اللي هي A0 A1 A2 A3 كالتالي. So بالنسبة لـ A3 طبعا هو المدخلات حقه حتكون من D0 إلى دي كم؟ 15. فبالنسبة لـ A3 زي ما احنا شفنا هنا دائما لاحظ انه it includes A0 فيه الـ odd values يعني odd 1 بعدين we jump 1 و 3 هنا فيه الـ first 2 اللي هما الـ 0 والـ D0 والـ D1 مش موجودين فعندنا لك 0 0 1 1 هذا فيه 0 1 0 1 فيتبع الباترن هذا 0 1. شوف يعني نحط ال there is a pattern وقت انتهى للأسف D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7. فعشان أطلع الـ A0 أستخدم الباترن كده 0 1 0 1 0 1 0 1 معناته حتكون فيها D7 or D5 or D3 or D1 or but that's it. الـ A1 هستخدم الباترن 0 0 1 1 0 0 1 1 والبارز كلها تروح فمعناته you will have D7 or D6 plus D3 or D2. بالنسبة لـ A2 هستخدم الباترن اللي هو 0 0 0 0 1 1 1 1. يعني حتكون نعم D7 or D6 or D5 or D4. Alright. في واحدة فاتناها ولا ما في خلاص هذه هي 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1. لا عفوا انا هنا بس I drew من D0 D7. في برضو عندك هما 16 دي هما في عندك D8 لحد D15. فام سوري نسيت انا فهذا غلط يعني ناقص لازم نضيف لهم اكثر مجموعات أسف. وهنا لازم نضيف الـ others اللي هما D15 D13 D11 و D9. وهنا حنضيف لهم الـ D so عندك صفرين صفرين D15 D14 مع بعدين نذب 2 13 و12 ما في D11 مع D10 ما شاء الله. وهنا حنسوي 4 في 4 ما أخذنا الأربعة الأولانين حأخذنا الأربعة الثانين ما حنأخذ الأربعة اللي بعدهم حنأخذ الأربعة الأخرانين اللي هم 15 D13 D14
لا 14 لازم 14 13 بلس دي 12 واخر واحده الاي 3 حتكون من دي 15 الى دي 8 يعني حناخذ ما حناخذ الاول الثمانيه الاولين حناخذ ثمانيه الاخرين من دي 8 بالضبط من دي 8 الى دي 15 without doing table without doing any kind of map يا سلام والله حركة جدا قوية. ايوه زي شفت الجول حقة دييغو ارماندو مارادونا تعرفوا دييغو ارماندو اللي سواها في 78 كلها قدها كده دخلها في الزاوية بس هذاك تشيتنج هذا لا هذا فن ما شاء الله بالضبط زي كده زي الهدف هدف مش ما يعني في الزاوية 90 مش معقول يعني so من غير لا تروثيبل كرنوب بيتسب لانه بيكتشف الانمات الباترنز اللي يصير السبب ليش هذا يصير لانه في عندي دونت كيرز كثير والدونت كيرز هذا تخلي انه كل البارز تختفي كل البارز تختفي في المين تيرمز ما يقعد اي مين تيرم في البارز كلهم تختفي يقعد بس الاليمنت اللي ما عليه بار فتلاحظ هنا كل الاليمنتس اللي ما عليهم بار ما في بارز ابدا because of the don't cares مش كل حكايه الدونت كير هذه تخلي انه اختصارات جامده تصير اوكي ثانك يو فيري ماتش اي هوب ذات يو انجويد ات ذاتس بيسيكلي ذا ايكويشنز اوف انكودر او ديكودر ثانك يو دكتور انا اذنك عن اذنك تصبر دقيقه واحده ترى بالنسبه للتحضير انه